لا، الإنسان إذا وقع له شيء يعني ما يقول حظي زين أو حظي شين، وإنما كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب بقدر من الله سبحانه وتعالى، وليست قضية الحظ، ليست قضية حظ، وإنما بشيء مكتوب مقدر من الله تبارك وتعالى. فهذه لا غير صحيحة أبدا، وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل، إما أن يحمد الله وإما أن ينظر إلى أحواله ويصححها. أدري شك خايف، هات هات هات.